صباح الخير، كيف كان أصدقائي؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله تكونوا بألف خير صحة يا رب. اشتقتلكن كتير ورجعتلكن بفيديو جديد. أصدقائي، اليوم لازم تكون عطلتي، بس مشان فاينختن وأعياد راح أداوم 4 ساعات، وبعد دوامي لازم أنزل فورا لسوبر ماركت ونشتري أغراض يلزمنا للبيت، لأنه يوم الجمعة كمان رح أشتغل، يوم السبت كمان رح أشتغل دوام طويل، ما عندي وقت أبدا، ما بحب أبدا بهاليومين أروح على السوبر ماركت لأنه رح تكون أزمة مو طبيعية، وكمان رح تبلش 3 أيام عطلة. رح بعد دوامي لازم أنزل فورا على السوبر ماركت وأشتري كل شي يلزمني عشان ما ينقصني شي بالبيت. أوكي أصدقائي، وقبل ما نبلش فيديو اليوم، لكل حدا جديد معنا بتمنى تشتركوا بالقناة، إذا بعدكم مو مشتركين حطوا لايك للفيديو وفعلوا زر الجرس مشان دايما يصلكن إشعار كل ما منزل فيديو جديد على قناتي. ويلا خلينا نبلش مع بعض فيديو اليوم، ليتس جو. جديد وصلت للسوبر ماركت، لازم اليوم اشتري كل الاغراض اللي بيلزمني. بتمنى انتو كمان اليوم تروحوا تشتروا الاغراض اللي يلزمك، لانه عن جد فور باي نختن يوم الجمعه والسبت يكون كل سوبر ماركت ازمه. شو تقيس أصدقائي؟ شوفوا، سجلت كل شي على الورقة مشان ما أنسى ولا غرض، لأنه دائما بيصير معي بصل على البيت يكون نسياني نص الغرض، ما يجي مني مرة تانية أنزل على السوبر ماركت، مشان هيك سجلت. أصدقائي شوفوا، حطيت كل الأغراض هون، لسا ما جبنا طاولة للمطبخ، وهلا تأفرز كل هدول الأغراض وأحط كل وحدة بمحلها. وجبت هدول أكياس صغار مشان أحط لحمة فيه وأحطها بفريزر. أصدقائي شوفوا، هاي علبة تباعي 9.3 كيلو، لأنه حطيت فيها برغل، وجبت هدول أكياس تبع كيلو حطيت فيها كيلوين، شوفوا لسه 9 كيلو. خليني أحط هاي كمان هون، صارت برج. لا خليني أحط هدول بمحلن مشان ما يتكسروا. خليني اكب هدول كمان مشان يكون في شوي مساحة اقدر اشتغل. لما اشتريت اغراض من سوبر ماركت اتقطع معي هاي كرتونة تبع ملح، حطيتها بكيس. يا جماعة، بحب دائما يكون أطرميزاتي تبع التوابل، ولا كان ملح ولا سكر ولا العلب تبع الريز، هدول بحب كلهم يكونوا مليانين. لما يصل للنص فورا عم بشتري وبحطن بالبيت احتياط، ما بحب أبدا يكون هيك علب تبعي واصلين للنص، لازم يكونوا دائما معبين فول. يا جماعة، اشتريت هاي الطحينية وكمان هدول اطرميز زيتون، بس ما بعرف انه نوعيتهم طيبة ولا لا، قلت اجرب حظي، اذا طلعوا طيبين مشان دايما نشتري منه، اذا لا مشان المرة الجاية نشتري غيره. هاي اليوم انتبهت على سعر بازيلا سوبر ماركات اللي يبيعوا اغراض عربي، لقيت عندهم انه ارخص شيء، بالسوبر ماركات الالمانية كانت اغلى، مشان هيك جبت. لا على
احط هدول كمان بخزانة موني مشان يضل عندي، بس لانه الخضرة احطهم بالبراد واللحمة احطهم بهدول الاكياس، وبكون هيك خلصت. حطيت بطاطا كمان بمحلها، وحطيت قسم بطاطا هون مشان هلا تعمل عشاء. احط ثوم بهذا الكيس. أصدقائي هلا تأجهز الأكل مشان بكرة أخذ معي على الشغل. جاي على بالي مطبق، أصدقائي شوفوا هيك خلصت منه. فأحطها بالفرن، شغلت الفرن على درجة 200. أصدقائي وهيك وصلنا نهاية فيديو اليوم، إن شاء الله عجبكم يا رب، استمتعتوا معي، أشوفكم خير وسلامة بفيديو جديد، باي.